أعمل مهندسا مدنيا وانتهيت من العمل في الساعة 6، فكيف أطلب العلم حتى لا يكون وهما؟ عاوز القرآن والعقيدة والحديث والسنة. وابتدأ العمل منين؟ من إمتى؟ يعني خلص الساعة 6 بتبتدئ من أمتى؟ 6 من 8 ل6 عشان يبدأ الشغل يبقى من الساعة 7 مثلا، يتجهز للعمل وينزل. انظر أخي الحبيب، إذا كان مبتدئا فهناك منهج للمبتدئين. احنا بنعمل منهج لتحضير الناس، يعني احنا عندنا منهج تحضيري يدرس فيه الطالب بعض الأشياء ليتأهل منهيئه نفسيا كي يكون طالب علم. فإذا أنجز ذلك المنهج التحضيري يدخل في منهج تمهيدي لمدة بسيطة. المنهج التحضيري ده على حسب جهده، من 3 شهور لخمس شهور لسنة. المنهج التمهيدي بيدرس فيه ما يقرب من 13 نقطة، 13 مادة، وممكن يخلصهم في 3 شهور، 6 شهور، في سنة، كما يقدر. فإذا انتهى من المنهج التمهيدي دخل بعد ذلك مرحلة التخصص، وهي في 2 سنين على حسب ما يستطيع. فإذا انتهى دخل مرحلة التخرج. فالمسألة بسيطة ولكنها تحتاج إلى الدأب. سئل النبي صلى الله عليه وسلم، أو سئلت عائشة عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان عمله ديمة. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا عمل عملا أثبت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الأعمال أدومها وإن قل. برضك أقول لكم قصة بسيطة، معلش الحوادث دي، كنا بناخد برضك واحنا صغيرين ان الشيء اليسير بالشيء اليسير يبقى كتير. كان في اب بيدي لابنه مصروف 5 قروش في اليوم، الواد يضيع الفلوس. ال5 قروش يعني تعريفة بقرش، و10 قروش دي كان موجودة. طبعا الاجيال الصغيرة ما شافتش التعريفة دي. 5 مليم، نعم 5 مليم، نعم، لم ترى ال5 مليم. فاللي حصل يديله تعريفه الواد ضيعها. فقال له: يا ابني لابد ان انت يبقى معاك فلوس ادخر. قال له: طب والتعريفه تعمل ايه؟ قال له: طيب هديك مثال عملي. جاب اروانه وحطها تحت الحنفيه بعد ما خرج من مسجد بعد العشاء، يعني خرج مسجد الهدي المحمدي، وجاب الحلة وحطها تحت الحنفية بتنقط نقطة 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 نقطة، ما بين كل نقطة ونقطة مثلا 10 دقايق. لما قام عشان يصلي الصبح وجدوا الحلة ايه؟ قد ملئت. وهكذا العلم نقرأ ونقرأ ونقرأ ونقرأ. قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأن المعاني: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين. العلم أصلا مكانه فين؟ في القلب. وبالتالي احنا عاوزين حتة بحتة حتة بحتة حتة بحتة حتة بحتة. فمثلا احنا نمهد الطالب، الاخ المهندس يحفظ 3 أجزاء الاخر، وبعدين يدرس معانا مفردات الجزء الاخير من القران، يدرس منهاج الفرقه الناجيه لمحمد جميل زينو، يقرا مقدمه صفه الصلاه البان ويحفظها تماما، يحفظ اقوال الائمه والادله وما الى ذلك، وهي مقدمه لطيفه بسيطه، يقرا بعد ذلك ويدرس مجمل بسيط في السيره، ممكن يقرأ مجمل السيرة لابن حزم مثلا شيء بسيط، أو مختصر السيرة النبوية للشيخ محمد بن عبد الوهاب، بسيط جدا ولطيف، بسيط جدا ولطيف. ثم بعد ذلك يدرس ربع المهلكات في مختصر منهج القاصدين. يبقى احنا كده بالإضافة إلى بعض النتف المتعلقة بآداب العالم والمتعلم دارس الحاجات دي وحافظ الحاجات دي كلها. اذا هنا اجتاز المرحلة التحضيرية، اذا احنا هيئناه يبقى ايه؟ يبقى طالب علم. يدخل بعد ذلك المرحلة التالية.
طبعا دي قصة طويلة ولا أريد أن أطيل عليكم. فيمكن الأخ أن يتبع المرحلة التحضيرية التي ذكرتها الآن، فإذا أنهاها يمكن أن يهاتفني ويقول لي أنا خلصت المرحلة دي، يمتحن فيها ويجتاز التي بعدها، ويكون هناك إن شاء الله خير بسيط. لو طبقنا البرنامج ده ممكن خلال 3 سنوات إلى 4 سنوات يبقى عندنا الصف من طلبة العلم، الصف من طلبة العلم، عندنا طلبة في الفقه وفي العقيدة وفي الحديث وفي الأصول وفي اللغة وفي الفقه، يبقى عندنا الصف، وهذا أمر مطلوب. نحن في حاجة إلى الذين يحرسون دين الله عز وجل. البلد ملأ بالمهندسين والأطباء، حي حدائق المعادي مثلا تجد فيه يجي 300 طبيب و500 مهندس، وتجد فيه يجي 1000 تاجر. طب فيه كم طالب علم؟ كم طالب علم؟ 1 أو 2. ولما قامت مسألة هوجة الأحزاب والكلام ده، الحزب أكلهم زي السبع، سبحان الله. ممكن نجد ذلك الأمر. فانتبهوا لهذه المعاني اللطيفة، اجتهدوا في تحصيل العلم وتعليم الناس دين الله عز وجل. الناس على مدار عشرات السنين ما أحبونا إلا ببركة العلم والدعوة، الناس ما أحبونا إلا ببركة العلم والدعوة، هي ديت. فانتبهوا لهذا المعنى أعزكم الله. إن شاء الله يعني هذا الأمر يسير، هذا الأمر يسير. التواصل ما أيسره هذه الأيام، هناك الهاتف وهناك موقع البصيرة وهناك الأكاديمية السلفية، هناك مواقع، هناك أمور كثيرة.